اللي اساسي بالنسبه لي هو ما ورد في مرافعات الاستاذ النقيب وعمو نقيب سابق بهيئه اكادير والعيون واللي هو في نفس الوقت مستشار بالغرفه الثانيه. الحقيقه وضح هو الاسباب النزول ديال جريمه الاتجار في البشر كيفاش المشرع بغاها تكون. واعتبر انه هذيك النقاط اللي جات في الاشغال التحضيريه قبل صدور النص لا تنطبق على هذه النازله ديال توفيق بوعشرين، مؤكدا في ذلك على انه هذه المصرحات باعتباره ان صحفيات او اداريات او غيرهم لا تشتكين من الهشاشه وغيره، كما انه الظروف اللي تم الاعتقال ديال توفيق بوعشرين مرتبطه بواحد الظروف موضوعيه كانت كتعيشها في البلاد، وهو باعتباره كصحفي ناشط كان تيعبر على بعض المواقف طبق عليه هذا الفصل. وهنايا تار واحد المقارنه اللي انا شخصيا ما متفقش معاه فيها. قارن تطبيق هذا الفصل وتنزيل هذا الفصل في هذه النزيله بما كان يطبق في سنوات يعني في عهد الاستعمار وسنوات الرصاص بما يتعلق بظاهر كل ما مشينيه. وهنا ما كاينش وجه للمقارنه. فين هذوك كانوا نشطاء اما من اجل تحرير البلاد والاخرين اما كانت عندهم اراء من النظام باش يكون ديمقراطي وتكون عداله اجتماعيه وتكون استقلال السلطات وتكون دوله الحق والقانون الى غيرها، ولكن كانوا كينشطوا من خلال مواقع سياسيه او تيارات او تنظيمات اللي كانت معروفه بالخصوص في صفوف اليسار واكثر يسار. هذا اللي كانت وهي اللي اتبعت وهي اللي كانت اغلبيه الساحقه تبعت بظاهر كل ما من شأنه. اما فيما يتعلق بقضيه السي توفيق بوعشرين ما عندها حتى علاقه بهذ القضيه هذه، وحنا كررناها مرارا وعبرنا للسيد النقيب على مع كل التقدير والاحترام اللي كنكنيلو كله وكنقدرو، ولكن في هذه النقطه هذه انا ما متفقش معاه، وهذه المقارنه ما نعقدوهاش خاصه اننا حنا في ظل الدستور 2011 عندنا استقلال السلطه القضائيه. القاضي غير ما بغاش يكون مستقل، عنده كل الان صبح سلطه مستقله عن كل الجهات، وهو اللي غادي يقيم ويقدر واش هذيك القرائن توك لي فيديو المضامين ديال لي فيديو تصريحات المشتكيات، كما انه يعني اقر في الدفوع ديالو علاش يجيو هذوك الناس بالقوه. وانا قيبو كيعرف طبيعه الاوامر بالاستقدام، ولكن هاد الناس جاوا بالقوه لانه ما بغاوش يجيو بالخطر تم استدعائهم مرارا. الافضع من هذا هو وغادي نعاود نذكر به، هاد الناس تلقاو في الكوفرات ديال بعض السيارات، اذا ما يمكنش ندرقوا الشمس بالغربال.